السلام عليكم، وياكم محمد من دولينج اريا. اليوم راح نشرح لكم الوورد تشامبيونشيب مال 2017 السليبريشن ايفنت، وهذا الايفنت هذا اول مره يصير حق التي سي جي، وهذا الايفنت بالعاده يكون حق اليابان، بس قدرنا نجيبه على التي سي جي. والحين لله الحمد راح نبلش فيه عندنا بالمحل. راح يصادف ايام البطوله يوم 12/8 13/8 راح تبدا البطوله. عندنا 6 بطولات باليوم الاول. راح يكون البطوله اول بدايه البطوله راح عندك بطوله الساعه 4 الساعه 5 الساعه 6 الساعه 7 الساعه 8 والساعه 9. هذا اول يوم حق البطوله. ويوم الثاني اللي هو الاحد اللي وراه هم من الساعه 4 والساعه 5 و6 و7 و8 و9. البطوله هذه عباره عن كت مثل هذا، راح هيك مثل هالكت كذي مسكر، راح ياخذه 8 لاعبين، يشيل 8 لاعبين يتحمل. طبعا البطوله طريقتها نفس حق اللي متمرس بطولات يوغي، في بطوله اسمها سنيك بيك، هذه تقريبا مشابهه لها. الكت هذا فيه داخله عده امور، من ضمنهم انه راح تاخذ كل لاعب يدش راح يستلم شيء اسمه اللي هو الميمو مال وورد حق التسجيل اللايف بوينت الرسمي. هذا هو الميمو مال وورد الرسمي نفسه، هني نقاط البلاير 1 وبلاير 2 حق 3 راوندات رسمي. هذا هو. وعندكم كل لاعب راح يستلم واحد نوت، وراح يستلم اقلام نفس اقلام هالشكل هذه، راح نحط لكم اياهم ان شاء الله بشكل اوضح بالفيديو. وعندكم اللاعب الثاني راح يستلم اللي هو اللي النكلس هذا اللي يلبسونه حق الوورد. لو تشوفون اي فيديو بالوورد تكتب وورد تورنمنت راح يطلع لك الشغلات هذه كلها، اللاعبين يلبسونها كذي بهالطريقه هذه، يلبسها اللاعب وتقدر تستخدمها حق شغلات حق التيم او حق الانفيتيشن حق البطولات الرسميه. زائد ان المركز الاول فيهم راح يلعب، طبعا راح يلعب المركز الاول راح ياخذ اللي هو جائزه البطوله هذه اللي هي البليمات. هذا البليمات مالها، هذا المركز الاول راح يستلمه. طبعا البطوله هذه هي طريقتها، اول لما تسجل احنا عندنا الكوست ماله تدفع 4 دنانير تدش البطوله. راح اللاعبين راح يستلمون شيء اسمه او تي اس باك، اوفيشال تورمنت باك، او اي او تي اس من اختياره سواء 4 ولا 3 ولا 2. دخلت اللاعب راح تكون قبل البطوله يكون موجود. ميزه البطوله لها باند ليست خاص لها، راح نكتبها تحت عندكم. الباند ليست لها باند ليست خاص لها، راح نكتبها لكم تحت ان شاء الله بالفيديو. وراح نحط لكم بعض الصور عشان السرعه على القناه، هم راح تشوفون بعض الصور مرات الكروت الباندلس. واللعبه هذه او الباندلس هذا يشمل الى نهايه 21/7، يعني اخر كروت اللي من 21/7/2017 وتحت تلعب فيهم. من 21/7 ريليز دي مال اي كرت وفوق مو يعني ما تقدر تلعب فيه. يعني مثلا كروت الكرتونه كود اوف ذا دولست باند ما يصير تلعب فيها. باتل اوف ليجند الريبرنت كله تقدر تلعب فيه، ماكو مشكله، ما عدا الاستراكشر ديك اللينك تقدر تلعب فيه، ما في مشكله بالوضع لانه عليه استثناء وهو نفسه. وراح نحط لكم ان شاء الله الشروط تحت وياهم. بالنسبه للبطوله هذه تقدر تلعب، بما انها بطوله تابعه لليابان تقدر تلعب بالكروت اليابانيه، يصير تلعب بالكروت اليابانيه للريليز داي مالها يعادل 21/7 وتحت، بس بشرط انه يكون وياك الترجمه حاضره، يعني عندك ترجمه الكرت معاك حاضره. واي سؤال يا ريت لو تكتبونه تحت راح نجاوبكم عليه ان شاء الله. حياكم الله وفي امان الله وموفقين بالبطوله.